السلام عليكم، نزيدو نكملو باقي 8 دقايق لعب، يعني 8 دقايق لعب ربعة ثلاثة المنتخب المغربي، يعني في مباراة نقولو مجنونة، مباراة يعني صعبة، مباراة نقولو باللي إن شاء الله بربي كيما احنا رانا خايفين يماركونا، بصح احنا عندنا ردة فعل، يعني احنا فايق نماركولهم، احنا فايق قاعدين نماركولهم. يا عمي دقيق سبعة دقايق، هيا سبعة دقايق، هيا صعيبة صعيبة صعيبة، نقلها غير دكا شما هذي، نقلها دكا شما صعيبة، حوجي لنا صعيبة 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 صعيبة، نقلها دكا شما رو 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 هاي 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 كيانية بل عليه بل عليه، هارا ردها ردها قاع ردها قاع ردها قاع، ثمان دقائق مازال ما كملتش يا ولد عمي، هادي ست دقائق باقي ست دقائق، أنا عندي 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 شوف عندي واحد الشق قاعدين ماركولهم، قاعدين ماركولهم كتلوهم، إذا ماركينا بنزرون غادي يموتوا، إذا ماركينا الخامس غادي يموتوا، ما عليش كفروا ليه، روح ما عليش روح روح عطاكم كور عطاهم كفروا روح. أبو يا خي أبو خي أبو يا خي أبو يا خي أبو يا خي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا الكرسي يا ربي، هذو حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رب هذو حاربوا الرسول، يا ربي هذو حاربوا الرسول، هذا ما تفرحهم، فرحوا بلاد المسلمين، فرح السنيين، يا صاحبي اي عمي الدقيق، هذه اللي نكرهها، مي تروح للانترنت نكره، مي تروح من الانترنت نكره، علاه تروحي له، علاه علاه، هذا الوقت اللي تروحي، هذا الوقت اللي تروحي، هذا الوقت اللي تروحي انتيا، وانت روحي، الانترنت وين تروح، شوف الانترنت وين تروح. تقول الانترنت جاية مع ايران، هاودي خلينا نشوفو بارتية ابن عمي، خلونا نشوفو بارتية، هادي ها، هاودي امو الفيول، مازالو كيما هاكا شحال الناس، دقايق 17 ثانية، 18 ثانية، 14، 13، 12، 11 ثانية، هادي صرات لي كيما هاك، وبنت بنت. أوه بلا حالة ابن الكلب، صرات لي كيما النهار اللي لعبنا لعبة المغرب مع الأخرى مع البرتغال، والله راني عاقل عليها مليح، خرجت راني عاقل ديك خمس دقايق تجو طايحين علينا الغبرة ولا تطلع، خرجت برا وليت نحسب في النجوم، والله لو نحسب في النجوم، والنهار حنا لعبنا كونت روس 2014 مع الروس كنا راني عاقل، درت القطن في وزنية، درت القطن في وزنية والتلفزيون مورايا، قلت لهم ماركينا الله طيحوا عليا، كي كملت البارتية طاحوا عليا مشات، وي وي حبيبي انا صقلت عليك، ولد عمي راهم يطيروا من بعيد من الكلاب، راهم يطيروا بالراجيمات من بعيد، حنا تيروا علينا ومليها ما تيروش. سوالي اختواكم يقولوا تاع الشمع، الشمع راني دايرها ديري، لا ما صالة والو، كفرو تاعنا لاربيت، عطينا كفرو، ردي انت يا كفرو بنت الكلب، جيتي توجور ردي كفرو، طايقة شعرك فما كاكي صغيرة،
اودي وحبست وشو كي تحبس الانترنت ودي كونتر عليك هودا واخشي على الانترنت ودي كونتر عليك هودا دقي خمس دقايق و 26 ثانية يا ولد حمي لا اله الا الله صلى الله يا ولد لا اله الا الله محمد رسول الله راحت انت نطيت راح تشكي شبدي لهم ما تخلص يقطعوها لك تخلص تروح وجهي اروح تزعل صعيبة صعيبة ود عمي صعيبة واحد من الدرجات هو بقي ربع دقائق ربع دقائق قطر صعيبة 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 مش كما يكون يلبو ماتش اميكال تتفرج نورمال عادي صعيبة أودي بكيس كل عارفك راك تهدر وانا قاعدني عارفك شاك تهدر والله ماني جايب عليك شاك تهدر راني نشوف راني نشوف السكور وليدي بالالي بالالي هاكا ولدي خويا لا تكسحها لا تكسحها ولدي روح بني روح بني بركيلو خمس اه يا صاحبي يا تيري على جدة تيري اه يا صاحبي يا Já teve aqui uma grande oportunidade também nesta segunda metade. 3.50. O outro vai avançando no pavilhão da Bucara. Inclusive dá para tudo. E acredito que, entretanto, o selecionador iraniano coloque e arrisco 5 a 4. بالله عليك ما تخليش يجيني والله يجي يلا تكسحها الشعراوي خويا يلا تكسحها روح بود روح بود روح بود روح بود بنت بابا بابا عاودي والله لا عاودي يا ولد تضيع كيما هكا الشعراوي راه ياكل في روحه هو ضيع حقه ما يضيعش ديها الشعراوي وضيع هذاك او شاضية وها على هذا هذا كل شيء سمي على جميع كوفرو تاعهم كوفرو عندهم كوفرو عندهم اوشي اوشي الشعرة وخويا لا تكسحها قلاحة من الاطراف يوم قلاحة من الاطراف الشعرة ويمشى قلاحة هذيك ما شكاش كانت الانترنت مقطوعة او لطيف الشعرة ويمشى قلاحة من الاطراف اوه هذيك ما شكاش الشعرة ويقلاحة من الاطراف مخايفين شبلها الشعرة وشبل روحها هذي قبل شتاش الشعرة وشبل روحها من الأطرة أو تقول ماركي تقول الشعرة ولا لا تقول ماركي تقول يا ولد عمي لا تكسحها أعطيك شبل روحها هذي قبل شتاش أنا تسع دقايق أو دعمي تاع الشمازال Essa explicação. Mas é que se faz, pá. Isto é um
aí ter um equipamento igual ao do guarda-redes. É porque poderia haver aqui uma definição, e, portanto, para quem não acompanha, seja, não, não, é uma decisão ser. Que o treinador escolhe na altura. Podem ser todos podem ser, podem jogar na posição de guarda-redes. É conforme o momento também que o próprio treinador entende. Tudo se treina. Certamente há jogadores mais preparados para atacar 5x4. Há jogadores mais preparados para defender. E certamente pelas posições que vão ocupar agora no 5x4, há jogadores mais preparados. O Boitinho que está. Puta, a bola a ser jogada pelo capitão da equipa. Também já marcou. A sair. Há uma falha de comunicação aqui. Os jogadores. على ما تجي فرا جن كملها بعد خير ما تنسوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو ان شاء الله صحيتو ودائما معكم بجديد وما تنسوش تفعيل الجرس ربي يحفظكم خاطر تعاون